يقول: شخص مريض لا يستطيع شهود الصلوات في المسجد ويتناوب هو أو أبناءه في كل فرض يصلي بهم جماعة، فهل هذا فعل في حق مشروع كونهم تركوا صلاة المسجد؟ لا، هذا خطأ. كونه هو مريض لا يستطيع أن يأتي المسجد لا يمنع أولاده من الذهاب إلى المسجد بحجة تعالوا صلوا معي. لا، يذهبون يصلون في المسجد، إذا خلصوا يجون واحد منهم يجي يصلي معه جماعة أو قبل أن يذهب إلى المسجد. المهم الذي يعذر هو المريض، أما باقي الأولاد لا يصلون في البيت بحجة والله أن أبانا مريض، إلا إذا كان محتاجا إليه، إذا واحد منهم يكون معه هذا موضوع ثاني. أما بس علشان والله نصلي جماعة، لا، يصلون في المسجد جماعة ثم يأتون إما كلهم أو بعضهم يصلون معك جماعة ثانية، لكن لا يتركون جماعة المسجد لأن أباهم مريض. صلى الله تبارك له الشفاء والعافية.